قضية من منطقة الشعلة ببغداد تتعلق بطبيب جراح الدكتور مؤيد جاسم. هذا الطبيب بحسب أهل المنطقة يطلقون عليه طبيب الفقراء، متعاون جدا مع الناس، يقضي حاجات الناس، يسهل أمورهم، عنده مواقف كثيرة مميزة بخدمة الفقراء، يعمل عيادات مجانية، يعتبر من الجراحين الماهرين اللي نجح بإجراء العديد من العمليات الجراحية اللي تشخص على أنها وتوصف على أنها صعبة نتيجة لمواقف الإنسانية والنبيلة. صارت علاقته بالناس وعلاقات الناس به كلش طيبة، فهذا الطبيب طالب بجهاز طبي لمنطقته. بسبب هذه المطالبة تعرض للسجن بعد أن أقيمت قضية ضده، هذا حسب كلام أهل الطبيب وحسب كلام سكان المنطقة، منطقة الشعلة. وإحنا نأكد بصوت عراقي على أنه حق الرد مكفول، لكن نتساءل إذا الطبيب اللي طالب بجهاز طبي حتى يعالج المرضى مو لبيته ولا لعيادته يتعرض للاعتقال، فإحنا هنا أمام كارثة. حتى الموضوع يكون ما يعني واضح، ما تعرض للاعتقال من قوة أمنية مثلا، لا، بعد أن أقيمت على ما يبدو شكوى ضده من قبل دائرة معينة. إذا الطبيب اللي يحاول يخدم الناس ويخدم منطقته يتم التعامل وياه بهذه الطريقة، معنى هذا إحنا وين واصلين؟ إذا الطبيب الجراح وبسبب أبسط من البساطة زجه بالحبس، طيب هذا اللي تسبب بحبس الطبيب، أنت حرمت الناس من جراح ماهر، حرمت الفقراء اللي كانوا يزورون عيادة هذا الطبيب، منعت عنهم أمل الحصول على فرصة الشفاء والعلاج. رغم تأكيدنا على حق الرد، لكن ماكو أي مبرر للي صار مع الدكتور مؤيد. فإذا كان الموضوع يتعلق فقط بطلب، ماكو أي مبرر أنه أنت تغيب طاقة وقامة علمية وإنسانية الناس محتاجة لها أكيد، خصوصا الفقراء اللي ما يقدر يوصل وما يقدر يوصل وما يقدر يراجع عيادات الأطباء. أتساءل هذا الطبيب من صار بالحبس، الصحة خسرت والدولة خسرت، مو صح؟ لأنه إنسان ناجح نفس الوقت يساعد الفقراء والمحتاجين والمستحقين، كدولة خاسرة عليه وهو تعبان على نفسه، فليش تحرم المجتمع من هيش إنسان؟ إضافة إلى قضية مهمة جدا وهي القضية الإنسانية اللي تتعلق بعائلته وأهله وأطفاله اللي انحرموا من أب ناجح، ولكن الناس توقف مع هيش إنسان. دليل صارت أكو تظاهرات، والتظاهرات الطالب بإطلاق سراح الدكتور مؤيد، بعثوها لبرنامج صوت عراقي. غيبنا أكثر فرة التليفون. هاي أكثر من 24 اسم، هذا أكثر من 24 اسم والله على مود بصمة واحدة، يعني إحنا باصمين بصمتين، يقول على مود بصمة واحدة أنتم ما باصمين، فإحنا تدمرت. شكو دكتور زين؟ لا هو عاف المستشفى، الدكاترة زين كلهم عافوا المستشفى، لأن من الحرب قاعد يعيشونه، الحرب هسه قاعد والأسلوب قاعد يعيشه من قبل المدير ومعاون إداري. أتصور دكتور قبل الدكتور ما يراجع معاون إداري، لأن معاون إداري بالإداريات عندنا من عدة، هسه ماكو، لازم أبو البصمة يروح له ويتوسل الطبيب بالإداري اللي هو موظف خدمة. احنا الآن سجاد مقرب من الدكتور مؤيد، أهلا يا سجاد. عليكم السحة. أهلا ومرحبا. تحية طيبة استبرق، تحية طيبة لأصادر الفرات، دعنا من الفراتية السباقة للمنظومية. هذا واجبنا سجاد. الله يحفظكم. سجاد احنا نبي نعرف تفاصيل القضية وشنو القضية، قضية الدكتور. اي نعم. قبل تقريبا سنة ونص كانت زيارة إلى الأستاذ صلاح العباس إلى مستشفى الشعلة، وكانت جولة داخل المستشفى حول توفير بعض الأجهزة، حول الصيانات، وحول بناية المستشفى اللي هي كانت المستشفى تم هدمها على أساس يعيدون إعمارها من جديد، فدخلت عدة مشاريع اللي تحذبت عليها بعض الأحزاب وباقتها لحد هسه هي متروكة. فكانت جولة الدكتور صلاح العباس داخل المستشفى لتوفير بعض الأجهزة. فضمن الجولة كانت، كان دكتور مؤيد جوال للعمليات الجراحية للمرضى مات داخل المستشفى، فصادف الدكتور صلاح العباس بنفس اللحظة. سيدة قال السلام عليكم دكتور مؤيد، شو المحتاج داخل المستشفى؟ فكان برفقة صلاح العباس هو نفسه المدير علان محمداوي. فجاب الدكتور مؤيد قال له احنا ما محتاجين، انا ضمن اختصاصي عندي جهاز نقص داخل صالة العمليات.
فجاوبه قال له ان شاء الله خلال اسبوع راح يتم توفير هذا الجهاز لانقاذ هذه منطقه الشعلة المنكوبه، لانقاذ هذه المستشفى المنكوبه مع الاسف اللي بتعمل بها نفسيتهم للمنطقه على فسادها. فانتهى الموضوع، طلعت زياره سي صلاح الاعضاء من المستشفى وذهب بسلامه مباشرة وراء نصف ساعة يستقبل تهديد مباشر من دام هذا الوزير الصحة، وكان الدكتور هاني المسرو يتابع هذا البرنامج، يتابع مظلومية الدكتور مؤيد اللي لحد هسه ماكو اتصال، ماكو شخص اجى قال شنو سبب توقيف الدكتور مؤيد. بس اسألك يعني هو هذا سبب اذا جهاز ب 70 دولار ما ادري بيش اضحي؟ نعم اضحي نعم. طبيب جراح وقام يعني 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 دكتور وإنسانية ناس معتمدة عليه يعني 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 6 اشهر يعني هاي كم عمليه راح تصير بالست اشهر؟ 100 عمليه وراح يعالج 150 مريض، شنو اللي يعني ذول الا راح يرحون؟ هذا الايذاء النفسي اللي تعرض له الدكتور. يعني يعني دكتور مؤيد مظلوم، ومع الاسف الراي العام اللي ما قاعد يشوف هالقضيه، يعني مع الاسف انا اوجه كلام ارجع اقول الدكتور هاني المسوي يعني وزير الصحة بالوكالة يعني ياخذ لنا العايفة هاي يعني دمار بالقرآن الشر دمار، الشعلة دمار، مستشفى إذا عاد فيها فساد صار لها 7 سنوات يبنون بيها ما صاعدة طابقين ما صاعدة زين، الناس دخلوا من المستشفى شوف فيها شنو ما بيها بالله، يعني قاعد يبزحهم هذا المدير قاعد يبزحهم عالم النقل ما بيها كادر. أرجع وأذكر أنه لطفا لا تنذكر أسماء هنا، لأنه إحنا دائما من نطرح المواضيع نطرح المواضيع حتى تتعالج، من نطرح المواضيع حتى نتسبب بأزمات أو ممكن البعض يفهمها أنه دنشهر بالأسماء، لا إطلاقا. والأسماء اللي تنذكر على لسان الضيوف مع التنويه من عندنا إحنا صوت عراقي أنه ما تنذكر الأسماء، الضيف هو دائما مسؤول عن اللي يقوله، يعني إحنا فقط ننوه على أنه حق الرد مكفول ببرنامج صوت عراقي.